أستاذة عفاف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت، كنت عاوزة أسأل حضرتك، بس أنا اتقدم لي واحد من فترة، والحمد لله يعني افتخرت ربنا وتم الموضوع واتخطبنا، وبعد كده تم كتب الكتاب. هو بيعمل في بنك، طيب بنك خاص. طيب ففي بعض الناس قالوا ان وظيفة البنك ديت حرام ربنا يسامحهم وفلوسها، يا رب، إلهي ربنا يسامحهم. فيعني انا للاسف يعني دخلني الشك بالنسبة انت اصلا عندك للفلوس وسواس يعني. يا استاذ عفاف، نعم. انت اصلا عندك وسواس وهم جم زودوا الوسواس عليكي للاسف. لا هو بما انه يعني هو شخص كريم الحمد لله يعني، وادى بعض من قرايبي، اداهم عيديه يعني في العيد اللي فات ده. فبصيت لقيت رد الفعل، قلته ايه ده، ايه كتر الفلوس دي، هو بيغسل اموال يعني. أعوذ بالله أعوذ بالله، راجل بيشتري ودك يبقى بيغسل أموال، بيغسل أموال عشان 50 جنيه؟ يعني هو لما يجي يغسل أموال هيغسل 50 جنيه يا أستاذ عفاف؟ ما اعرفش والله. انا لدرجه انا يعني انا دخلني الشك بالنسبه للكلام، طيب لاني قالوا ان هو طيب يا ست يعني عفاف، بيوظفهم. شغلة تسلم. الراجل في البنك شغلة حلال ما فيهاش مشكلة، وماله اللي بيكتسبه مال حلال، وكونه هو اكرم اولاد اختك او اكرم حد من عيله حضرتك فدوت من قبيل الود ليكي انت. الراجل بيعمل كل الناس بيعملوا كده في الخطوبه، وبيعملوا كده كمان هو عشان هو كتب الكتاب، فعايز يبين لك اللي هو راجل مش بخيل. تخليه بيغسل اموال؟ لا، اتقي الله سبحانه وتعالى وبطلي الشك دوت وبطلي الوسواس ده، لان الوسواس ده لازم يقف، لازم يقف، ولازم تعرفي ايه سبب الوسواس ده وتمنعي. طنشي الوسواس ده وما تفكريش فيه مره تانية. مش معنى كده ان انت ما تتصليش، لكن معنى كده ان انت تبطلي المشي ورا الوسواس ده، لان المشي ورا الوسواس ده هيتسع وممكن يأذيكي كتير في حياتك.